أيضا يسأل مع السائلين عن القنوت في صلاة الفجر كل يوم. تقدم الجواب عن هذا وقلنا إن القنوت في صلاة الفجر كل يوم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل بعض الصحابة عنه فقال محدث يعني بدعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت إلا في النوازل، فقد قنت صلى الله عليه وسلم مرة يدعو على الكفار الذين آلوا المسلمين وضايقوهم، وقنت مرة يدعو للمستضعفين من المسلمين بالنصر والإعانة. فعند النوازل هي يقنت في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض، أما في غير وقت النوازل فلم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم.